دولة القانون قبل أي شيء. ف أنا مش خبير دستوري ولا خبير قانوني عشان أقول اللي حصل ده إيه أسانيده القانونية، لكن أنا كنت منتظر إن القرار الجمهوري يتضمن مثلا مذكرة أو بيان بالأسانيد القانونية والدستورية اللي اعتمد عليها الدكتور محمد مرسي في هذا القرار، لأن إحنا مش عايزين كأعضاء برلمان يتم اتهامنا إن إحنا يعني تجاوزنا دولة القانون، أو حتى يتم اتهام الرئيس المنتخب إن هو تجاوز القانون، فده شيء مهم ويجب أن يصدر. في نفس النقطة برضو موضوع الشق القانوني، يعني أعتقد إن مصر دلوقتي وده تكرر الفترة اللي فاتت كل شوية كم يعني معلش في اللفظ اللي هقوله كم الفاتشي القانوني اللي بيحصل، كم الفاتشي فعلا اللي هي اراء فعلا في فاتشي يعني فاتشي مش طبيعي، يعني فعلا مش طبيعي، ناس يمين قوي وناس شمال قوي. لكن انا يعني للاسف اشعر ان القضاء تم تسييسه في بعض المراحل من مراحل الصراع بين المجلس العسكري والاخوان، فيجب يعني هل يعني حكم المحكمه الدستوريه العليا مسيس؟ التوقيت بتاع حكم المحكمة الدستورية والطريقة اللي تم حجز بيها القضية للحكم قبل انتخابات الرئاسة، كل الحاجات دي ألقت بشكوك حوالين المسألة دي. لكن احنا في الأول وفي الآخر لازم نتفق ان لا يجوز لأي سلطة ان تتغول على سلطة أخرى، ويجب ان نتفق ان ولا رئيس الجمهورية ولا السلطة التشريعية ولا النواب ولا اي حد له ان يتجاوز القانون. ده في الشق القانوني، احنا منتظرين الاسانيد القانونية حتى لا نتهم ان احنا تجاوزنا القانون. الشق السياسي انا شايف ان يعني اذا كان هناك اسانيد قانونية ودستورية تخرجنا من هذا المأزق القانوني، شايف ان اللي حصل ده هو حل وسط، يعني بيعتبر يعني نوع من انواع المؤامات. لكن هل يجوز، انت بتقول انه ده ممكن يبقى تغول على القانون، لكن هل يجوز؟ انا فصلت موافقك بين الجانب القانوني ده اتكلمت فيه، وهو ده الجانب الاهم بالنسبه لي، لان انا يعني اقدس فكره سياده الدوله وسياده القانون، ودلوقتي بتكلم في الشق السياسي. طب هل في الشق السياسي يجوز ان احنا سياسيا نبني حل وسط على موقف مرفوض قانونيا؟ لا، يعني إذا ثبت إن الموقف ده يعني بشكل حقيقي قانونا غلط، أكيد طبعا إحنا مش بنبني موقف سياسي عليه، لكن إحنا بنتكلم على الواقع، مش عايزين نتكلم على القانون والتفسيرات المختلفة، نتكلم على الواقع. معروف جدا إن من فترة طويلة في تفاوض بين المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين وبين الدكتور محمد مرسي، سواء بين الإخوان المسلمين كجماعة، وفي يعني سر بكلام عن لقاءات المهندس خيرت الشاطر مع ناس ممكن يبقوا متفقين؟ يعني احنا عارفين ان في تفاوض، هل هو ده نتيجة التفاوض او نتيجة الاتفاق؟ ده ما نعرفوش، والساعات اللي جاية هتقول ايه الحقيقي. لكن رؤية الناس هتبقى مختلفة، الناس شايفة ان ده قرار ثوري بامتياز، وان كده الرئيس مرسي بيستعيد صلاحياته، وان هو كده بيتحدى المجلس العسكري، ده قطاع من القطاع الثوري. الناس شايفة ان دوت اسقاط للقانون واسقاط لهيبة احكام القضاء، وده اختلاف طبيعي. لكن اللي انا نفسي ان الناس دلوقتي يعني تبقى فيه ان هي ما تزيدش على بعضها، ما تخونش بعضها، مش كل واحد يعني انا اسف بس ده حصل. هو ده حصل. انا اسف جدا والله، كان نفسي هو ده حصل. بس احنا دلوقتي يعني إذا كان أهل القانون نفسهم وفقهاء الدستور، في ناس بتقول الكلام طيب وبتقول نقيده برضو، وفي نفس الوقت عايز أقول حاجة الوفد. عايز أقول حاجة برضو يعني عشان برضو الناس اللي بتتكلم في القانون قوي دلوقتي، الناس دي برضو ما سمعناش صوتها في لحظات كتير كده كان بيتم يعني وطء القانون بالحذاء، فده كان شيء بالنسبة لي مثير لل يعني طيب للاستغراب. الوفد